شوبينج صار أحياناً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى، أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. من زمان طناجر الضغط بيسهلون لحياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع طريقة للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملون اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي. مثل ما شايفين فيكن تبدلوهن على الطناجر بهذا الشكل، مصنوعين من ستانلس ستيل 18/10 وماسكاتهم بيكلايت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريس كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم اثنين ب $139 بس. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نعطي الهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالله شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود بروستور لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب $24، على الاثنين ب $30. تصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربيلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربيلو مغلفه بقماش بيتنفس لنومه منعشه وصحيه اكثر. وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يطوروا او يزيدوا، كما انها بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. ايربيلو فيكن تحصلوا عليها ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة تيابه نضاف ومرتبين. ديتاش اكسبرس مسحوق واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل، والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش اكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش اكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب، حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب $40 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن فري دليفري.
شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن أجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دوم متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على الأكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين بس ب $39 فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.